شو جيت؟ بابا وينو؟ اللي وين؟ اسمع بكر، أنا اجيت لحتى احكي معك بكر. لا تحاول معي. بعدين هذا اللي على اساس ابي وينه؟ ليش ما اجى لهلا؟ اجى بكر، والله اجى، هي الحقيقه. وينه اذا هيك؟ وينه اذا هيك؟ اللي بقى ليكو جنبك. قصدك؟ ايه، انا ابوك يا بكر، انا ابوك. هلا انت بتكون ابي؟ ايه انا هو. بس أنا عرفت لسنين إنه أبي استشهد بشرف، ولهيك استحملت اليتم. كل واحد عنده أبوه، إذا وقع، إذا انزعج، أما أنا بقيت وحيد. كنت دائما أبكي بالعيد. اليوم عرفت شي بوجع أكتر. أبي ما طلع شهيد، طلع واحد مجرم. ليش عملت فيني هذا كله؟ ليش؟ بكر ابني، شو ما قلت معك حق، بس انا ما عدت مثل قبل. بعرف اني غلطت. اسمع ابني، انا هلا لا تلبسني، اتركني، راح اقتلك. ما معي سلاح هون، بس راح اجيب السلاح وارجع لك. شو ما صار راح اقتلك. حلفت يمين انه اقتلك، حلفت يمين. بكر، بكر اسمعني يا ابني. بكر ارجع. لا تروح، ارجع، سامحني يا بكر، اغفر لي. ايوه بكر افندي، ها شو صار معك؟ أكيد قررت ترجع، ها؟ بس أنا جيبوه. شو في يا جعفر؟ وين راح الدكتور قليل الشرف وأمك، ها؟ أنت شو عم تحكي؟ بيكون قراب، دوروا منيح، خدوا هذا كمان عطيعة، قبل كل شيء خليهم يعدموه. يلا تحرك. رح ساعدك يا ابني، رح خلصك. اخي اخي الحمد لله اللي هربتوا. الحمد لله، الحمد لله. مراد ساعدنا، بس هلا خلونا نبعد من هون لانه اكيد عم يدوروا علينا. الشرايط بالبيت؟ يعني أنا خير أختي؟ رح أقول له وبعدين رح أهرب من البيت. خبيتهم بتلة شيروان بمغارة صغيرة، بس خطر نروح لهنيك بهالوقت، بكرة مناخدهم.
منلاقيهم إن شاء الله. أي يلا هلا امشوا. أي يلا يلا نمشي. شوفي شو حلو. الله يسلمك ويرجعك لأهلك بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب. شو يا حلو؟ هلا لوين بالضبط ناويين تاخدوه؟ شو؟ رح ناخده لسوسن، قال هاي المرة هي اللي بتدير المعسكر. سوسن؟ إلي شغل لسه معها. ما بتعطوا أكل ولا شرب لهي، فهمتوا؟ يمكن هاي سوسن نفسها اللي أنا بعرفها. خالتي أنتي روحي إذا بدك، لا تضلي هون، أنا بدير بالي على الولد. احتمال نيرمين يكون بدها إياكي والدكتور طارق ما رح يجي. صحي معك حق. إيه يلا لكان أنا رايحة هلأ. إجا الدكتور شي؟ شوفي عبدو اجوا عساكر على الضيعة وأنا لازم خبره للدكتور. طيب أنا بخبره. صحي ما بتعرف ليش هن جايين؟ والله ما بعرف، بس باينتهم رح يضلوا بالضيعة. ايه نحن لازم نروح. ما تخافي ما رح يأذوكم، وبفرد مرة بتعطوهم أنتوا الولد. ما فينا وإلا ما منشوف ابننا أبدا. كمان لأنه الولد ابن وحدة مسؤولة، والله حرام نفرقهم عن بعض. يا رب إن شاء الله يكون أولادي وصلوا بخير لهون. خلي الأيام الحلوة تبلش بقى. هلا عم تقولي لحتى يوصل. ليكن وصلوا. ها أهلكن وصلوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. والله شرفتونا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يسلمكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا سيدي، شرفتونا. شكرا. وين الدكتور طارق؟ مو شايفه. صاير معه مشكلة سيدي، هلا ببعثوا راه فورا لحتى يجي. طول ما انتم هون نحن بنكون مرتاحين يا سيدي. سمعونا زافي. يلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيدي. اهلا وسهلا. صار الوقت المناسب لامشي، لازم اروح. أمي خديجة لوين رايحة بنتي؟ أنا لازم روح أمي. لوين بدك تروحي؟ أمي قلت لك لازم روح، تركيني. لوين رايحة؟ بعدي هيك. خديجة لوين رايحة؟ مشان الله تركيني، لازم روح هلا. أمي الله يخليكي. نرمين تعوا شوفوا. أمي تركيني. لا تروحي يا طارق يا نرمين. نرمين شوفي بدي روح مشان الله. شوفي شو بكي أختي. إذا ما أخذت لهم الشرايط سوسن بتقتل ابني. سوسن؟ اي رح ناخده لسوسن، قال هاي المرة هي اللي بتدير المعسكر. يا الله شو سمعت؟ الولد موجود بالمستوصف، هاد ابنك والله، هو حتى هو صبي، معناتها هذا حفيدي. امي انت شو عم تحكي؟ يلا خلونا نروح بسرعة. يلا يلا يلا. استنوا استنوا، إذا رحنا كلياتنا أكيد رح نمسك، ما هيك أمي؟ ابني الضيعة آمنة الحمد لله يا ربي. العسكر وصلوا لهون ورح يضلوا بالضيعة كمان. الحمد لله. ابني سلموا للدولة. ماشي روحوا، أنا وأيمن منجيب الأشرطة ومنلحقكم. يلا خلونا نلحقوا أخيرا. يلا تعالوا بسرعة أيمن. يلا لو فيني بس لاقيك يا ابني.
يا عيب الشوم عليك. تفو كريم، قبل ما تعتم الدنيا هذا الكلب بده ينعدم. ماشي جعفر. عديم الشرف. أبي رح أموت قبل ما أخلص منك، بس بالآخر حسابك رح يكون عسير. يلا أنت ويا أولك جمعوا هون بسرعة. يلا بسرعة. يلا يلا صفوا هون لشوف. يلا حرك صف ورا. صفوا هون لشوف. يلا بسرعة بسرعة. يلا يلا صف واحد كمان. يلا ما عم تسمعوا مثل الخلق. شرايط عند عبود بدنا نجيبهم. كيف عرفت؟ عرفته خلص، هذا المهم. وهلا عجلوا لنروح بسرعة لعند عبود، بدنا ناخذ الأشرطة. يلا لكن يلا يلا امشي. يلا تحركوا امشوا بسرعة بسرعة مع بعض. يلا يلا خلصونا بسرعة. يلا استعجل انت وياه. ما بدي حدا يوقف. يلا يلا لشوف. يلا خلصونا. على مهلك شوي لك بنتي، طولي بالك. ما فيني يعني ما فيني، لازم ألحق ابني. الله يرضى عليكي. سلميلي على الدكتور أماني لا تنسي. انتبهوا على الولد، اتركوا لي اياه هون. يا ريت، بس مو من حقنا هالشي. يا اما ما عاد نشوف ابننا ابدا، ذاتا بسببه هو هيك صار. نحن عملنا اللي قالوا لنا عليه بالضبط يا انسه. بتمنى ما تواخذينا. مع السلامة. يسلم ودياتك. ديالا ابني كان هون قبل شوي. وينه؟ قلي لي ابنك مين؟ ابني اللي كان هون عندك. ابني وين راح؟ بعته مع اهله. هذا ابني انا، انت كيف بتبعتيه؟ امي لوين بعتي الولد؟ راح الولد. اهدي 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 يا ربي. طولي بالك طولي بالك. والله انا ما كنت بعرف. يالا عبدو، شفت العسكر؟ شو شفت؟ ايه شفتهم ليكن هون. يلا تعال يلا. حضرة الضابط، مرحبا. من زمان ناطرك. أهلين. نحن من محبي الوطن. أنت؟ بالضبط، هذا أنا.
اقعد هلا بنقدر نحكي. حبيبي وينك يا ابني؟ بعدي انت ويا روح لنيك. هالواطي عمل عملية قذرة لأنه ساعد أمه والدكتور على الهرب وأهان قضيتنا اللي إلنا سنين عم ندافع عنها. كله بسببي. وهلأ اعدام هالخاين صار ضروري كتير. انتباه جهز. اطلع. وقفوا. شو صار لك؟ نار. يا رب ساعدني يا مجرمين يا مجرمين يا قتلة. حبوا. يا رب ساعدني. انا رح الحقهم. روحوا جيبوا الأشرطة. من هون من هون بسرعة. عجل ابني. ليش اجيت؟ يلا يلا قوام بسرعة. خلصني. قلت لك امشي. يلا نشوف حقك رصاصة. هالمرة ما راح تفلت من ايدي. لو سمعتني كنت شرحت لك كل شيء. بس كنت معصب. معلش من مرق هالحكي. هذا بيعني انه انتو بالمكان الصحيح مو هيك؟ ايه رح نعمل مخفر هون. كمان رح نعمل اي شيء لمصلحة المنطقة كلها. صار فينا هلأ ناخد الشرايط. لا تأخذني لأني فهمتكن غلط بالأول. تفضل. الشرايط فاضية. يا ربي. بكر وقف ابني. بعرف طول عمري انه عندي اب شهيد وهيك امي قالت لي. لو عرفت انه واحد مجرم مثلك هو ابي كنت ما ولدت احسن لي. بس هلأ خلص بدي حاسبك على كل شي عملته فيني وبدي اقتلك. وقف اسمعني. والله ندمان. يا ريت ما صار هيك. بس مشي الحال.
بركي بتعطيني فرصة، يعني بركي بكون أب منيح إلك، رح صحح اللي عملته. خلص أنا ما عندي أب، فهمت؟ وما كان فيه. أنت بهدلتني وبهدلت أمي، رح تدفع ثمن هالشي. بكر ابني، بكر ابني. جعفر، برافو، شفتك وانت عم تقوس الارهابي. انا رح احكي مع سيدنا، ما تقلق اكيد رح يسامحك. خلينا نروح، يلا امشي يلا. برافو بكر. سحر، مروان، وينكم؟ شو بدي أعمل أنا هلا؟ سيدان ما لا يروح يا هلا. شو بيعرفني بس؟ هدول شكلهم مو ناويين يوقفوا هلا. ما ليكي رح ننسحب لحتى ندور على زيدان. ماشي ماشي. انسحبوه. مروان ساعدني ساعدني، قوصوني الخونة. فرجني جرحك لشوف. والله انت بزماناتك تعديت علي كتير يا زيدان. ما لحكي فاضي، ساعدني خدني على المعسكر. طبعا بدي ساعدك، ما بستحمل شوفك عم تتعذب هيك.
مشان هيك رح اختصر الطريق واعملك مختار ضيعه. شو عم تعمل قائد مروان؟ انا لازم خلص التنظيم من واحد وسخ مثلك. لا توقف، يلا قوص عجل. شو عم تستنى يا جبان؟ انا اصلا ميت، لا تفكر انه هالرصاصة قتلتني. قبل رصاصة كنت ميت، خلصني او اصبع. يلا ما راح اوصك، ما راح اعمل معك هالمعروف. موت وانت عم تتعذب هيك. مروان، مروان لك يا خاين، انا شو ساوي هلا؟ لو بالمعسكر الدكتورة بتعالجني، بس كيف رح اصل؟ مين أخذ الأشرطة؟ كلياتهم كانوا هون. المهم إنه الأشرطة مو موجودة يا دكتور. يلا ما تهتم، اليوم بيبين كل شي معنا. خير، ضايع إيكم شي؟ شغلات بحياتكم ما فيكم تلاقوها. شايفك أنت ضايع كمان. لنشوف مين هو اللي رح يضيع عن قريب. جايب لك معلومات أول شيء. لازم تعرف مزبوط شو عم بصير بالضيعة، بعدين بتدور على أشرطة الضيعة. طيب غيرت الأصوات، صدقني تعبت كثير. ليش كل شيء صعب بترموا على كتافي أنا؟ وبيوم من الأيام أكيد بدهم يشكوا أني أنا متحالف مع التنظيم. سمعتكم لتعرفوا مختاركم منيح. إذا بدكن أي شيء تاني فيكن تتصلوها. منك أنت ما بدنا شيء، واضح مين اللي محتاج التاني. رح يبين أنت مع مين تشتغل وشو كنتوا عم تعملوا وكيف استخدمتوا الدين لمصالحكن الشخصية. الكل رح يشوف. نحن كنا شاكين بمحمود بس مو لهالدرجة هي. بما انه اجا وسلمنا هالشريط بإرادته معناها في شي معادي. يمكن ما اتفقوا على الحصص. مساعد احمد، امرك سيدي. تجمعوا، بدكن تروحوا لعند محمود. امرك سيادة النقيب. دكتور ليك، إذا بتعطيني الأشرطة بوصلهم مع الطلب للمكان المطلوب. ها ما دام عدنان طالع محمود من حساباته، معناته يمكن محمود وصل شريط رشا للقضاء. أمي وقفي شوي، وقفي، ما رح نلحق بصل، وقفي. هالمرة ما رح أترك بنتي بإيديهم ولو شو ما صار. لوري لوري مستحيل اترك لهم ابني، ما رح اتركه هالمرة. لوري لوري لوري
هذا معسكر. نرمين شوفي لي مو كأنه هاي خديجة اختك. امي تعي نرجع، نحن ما بنقدر عليهم لحالنا، يمكن نضيع كلنا مشان ناخذ خديجة معنا. بس قطعنا الحدود، خلينا نروح بلا ما يصير لنا شيء. ايه كيف بدي اروح يا بنتي؟ كيف بقدر اترك بنتي هيك وامشي؟ امشي امي، ما في حل تاني. نحن نسوان لحالنا ما رح نعمل شيء، بنقول لاخي اكيد هو بيلاقي حل. يلا امي يلا. لكن جبتوا الولد؟ ايه جبناه. هاتي من ايدي. برافو عليكم، يلا روحوا شوفوا ابنكم. خذ هاد لجوا، اعطيه حليب او اي شيء ليسكت. خديجة؟ كنت قريبة كتير من ابني إحسان بس ما قدرت أخده. يا ربي ليش ردوا جابوه مرة تانية لهون؟ طولي بالك هلأ، لا تضايقي حالك، لازم تروحي، سوسن بتشوفي. اسمع بلا ابني مستحيل روح لأي مكان، بترجاك كرمال الله فيك تساعدني. الموضوع خطير كتير، حاولت قبل وما نجحت. قلت لي لما أولد نهرب من هون ومنتزوج، قلت إنك رح تكون أب لسليمان وإنك رح تحبه مثل ابنك، ولا كل هذا كان حكي ما هيك؟ خديجة ليكي خلاص ما بدي تساعدني، أنا رح جيب ابني. طيب لحظة، خلاص رح ساعدك. شو بدنا نساوي؟ كيف بدنا ناخده من هون هلأ؟ أخذوه على المغارة لأنه الجو دافي هونيك، أنا بجيبه وبيجي لعندك، أنت بتاخديه وبعدين بتهربي فيه، وبعدها رح نلتقي بمغارة شيروان اللي على راس التلة. رح ناخد الولد ونقطع الحدود ونهرب؟ إيه تمام. طيب يا رب. ها دكتور ما عم يسكت معنا، شوف لنا فيه شيء. هاتو، هذا مريض. طيب انا رح اخده لعندي، وانا لازم خبر الكابتن سوسن. ما في داعي، انا بقول له. Mm-hmm.
ليش عم تبكي؟ ها؟ ليش عم تبكي يا حبيبي؟ وين الولد؟ الدكتور هو اللي أخده وراح كمان، كان الولد عم يبكي على المريض. شو هاد؟ لك موسخ تحته. أنتوا طلعوا هلا، بعدين بتغيري له، إيه؟ ما فينا نطلع، هلا بيبكي، بعدين بيمسكونا. لا تقلق أحسن، خلص رح غير له بسرعة. عجلي، لازم تطلعي قبل ما تدرى سوسن. هلا بفرجي، بدي خليه يعرف كيف يتصرف بدون إذن مني. يلا عجلي، تذكري بلاقيكم بمغارة شيروان اللي براس التلة. يلا طلعي. يلا يلا يلا. دكتور دكتور دكتور، وين الولد؟ غفلوني، ما عرفت مين. أنا متأكدة إنه أمه أخذته، أنا بفرجية. يلا تعوا بسرعة، تعوا بسرعة، الكل اللي عندي لهون، الكل يجي لعندي بسرعة. يلا الكل عندنا، أخذت مع الولد، ما رح بعد كتير. يلا امشوا.